وعدنا وغضب ماني مجرم. شكر لله صلاتك، شكر لله على أنك مدك في الصحة والعافية. يا أخي في الحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم في المهد ثلاثة، تكلموا في المهد ثلاثة، عيسى هذا واضح معروف بالقرآن تكلم. قال وجريج العابد، قال أصحابه يا رسول الله من جريج العابد؟ قال هذا جريج كان يعبد الله في صومعة. فجاءت أمه يوم الأيام، طبعا الصومعة بابها مرتفع عشان ما يجي أحد، يحط حبل ويرقى ويتعبد ثم يشيل الحبل نازلة يدخل من فوق تنزل تحت. فجت أمه تنادي، طبعا الحبل اللي هو يضعه ما موجود، فأمه تنادي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مثل شلون كانت تنادي أمه. النبي وضع يده على يعني فوق عينه كذا مثل يا جريج، وكان في صلاة، قال يا ربي صلاتي ولا أمي، صلاتي ولا أمي، بل صلاتي، مع أن صلاة أمه أولى، لأن صلاة نافلة ما هي فريضة. في اليوم الثاني جاءت تنادي يا جريج يا جريج، وكان في صلاة، صلاتي ولا أمي يا ربي، بل صلاتي، من حب للصلاة. في اليوم الثالث جاءت تنادي وكان في الصلاة، فقالت كلمة دعت عليه، مع أنه هو عند الله أفضل منها، هو عابد، لكن الأم شوف دعوة الأم مستجابة، قالت يا ربي لا تمته حتى تريه وجوه المميسات. هل اللي ما شاف وجه أمه يا ربي لا تمته حتى تريه وجوه المميسات السيئات. مضت الأيام وكان في المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوم سوء تقاسموا وهم وامرأة معهم على أنها تغري هذا العابد، يعطونها مبلغ على أنها تغريه. فدخلت عليه وهو في صومعته، فلما راها فزع إلى صلاته. الصلاة من جات توجه الصلاة هي العلاج، بتحميه بعد الله عز وجل صلاته، فأخذ يصلي، فما استطاعت أن تحصل منها على شيء، فخرجت المرأة. ثم تعرضها راعي غنم فحملت، فلما وضعت قيل لها من هذا، لمن هذا الولد؟ قالت لجريج العابد. فغضب الناس وجاءوا وكسروا صومعته، حطموها وأخرجوه، قالوا كذبت، أنت كذاب، ما أنت بعابد. فقال ما هنالك؟ قالوا تعال. جاءوا لما الحاكم، قال الحاكم وجاءه مر وشاف المرأة هذه وصاحباتها وتحققت دعوة أمه. قال للحاكم ما هنا؟ قال هذه تقول تدعي أن هذا ابنك، من بينقذه؟ الله يوقف الله عز وجل. على طول تذكر أن الصلاة هي اللي بعد الله عز وجل هي السبب في من جاته. سبحان الله. فقال دعوني أصلي ركعتين. يا أخي تخيل، تأملها أنت، يعني الآن اليوم لو حصل لك شيء هل تفزع إلى الصلاة؟ بعض الناس يفزع إلى الخلق وكلم فلان وكلم فلان ولا خلينا يا أخي هذا فزع الصلاة. لما أنت وصلت جاء ونغز بطن الصبي بأصبعه، قال من أبوك؟ يا أخي من اللي يعني تخيل أن طفل بيتكلم في هالموقف، لكن الله عز وجل أنطقه. أنطقه، قال الغلام هذا أبوي راعي الغنم فلان الراعي. فكبر الناس وحملوه على حملوا جريج وقال نبني صومعتك من ذهب، كبر بعينهم. ليش؟ لأن الله عز وجل أنطق هذا الغلام بسبب إيش؟ بسبب أنه هذا الشخص فزع إلى الله عز وجل. نعم. وكانت الصلاة منه شكر لله عز وجل أنه أنقذ في هالموقف وأنقذ في مواقف كثيرة. ولذلك إذا حنا جعلنا العبادات شكر ليست يعني أداء واجب، فهذا سوف تتأثر يعني حياتنا بهذه العبادات. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.